مدينة دمت على موعد مع تطورات عسكرية هامة خلال الساعات والأيام المقبلة. يمضي الجيش الوطني في طريقه نحو المدينة بعد أن استعاد أهم المواقع الاستراتيجية الحاكمة والتي شكلت استعادتها بداية الهزيمة المحققة للميليشيا في شمال محافظة الضالع. وضع الجيش يده على حصن الحقب المطل على مدينة دمت، يجري التحكم بالمدينة التي لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد فقط في وقت تستميت فيه الميليشيا من أجل استعادة الحصن بعد أن فقدت آخر التحصينات التي كانت تشكل مراكز دفاع متقدمة على أهم معاقلها في محافظة الضالع. وخلال الساعة الماضية دمر الجيش تعزيزات قتالية للميليشيا جنوب مديرية دمت كانت في طريقها إلى مقاتلي الميليشيا في جنوب المدينة، وشملت التعزيزات طقما عسكريا وسيارة هيلوكس وعلى متنهما عدد من عناصر الميليشيا، ما أدى إلى مصرع القيادي مارب عبد الرحيم وإصابة القيادي رايد الظاهري بجروح خطيرة نتيجة هذه المواجهة. بين حصن الحقب ومحطة العود يتشكل مدى المواجهات وعمليات القنص، والتي تسببت خلال الساعات الماضية في مقتل مدني على الأقل في منطقة الحقب. تتكون القوات الحكومية المقاتلة في هذه الجبهة من اللواء الرابع مشاة التابع لمحور إب المجاورة، واللواء 83 الذي تشكل من مقاتلين ينتمون إلى دمت ومريس وجبن. الخطة هي خطة مكتملة من اللواء الرابع احتياط وكذلك اللواء 83 المدفعية، وتم تقسيمها إلى عدة قطاعات، وكانت العملية الأولى هي لجبل ناصع حيث يعتبره أصعب الأماكن. نأت المديريات الجنوبية من الضالع بنفسها عن المعارك الدائرة في هذه الجبهة منذ اندلاعها، لكن معلومات مراسل القناة في الضالع أكدت بدء مشاركة مقاتلين من الحزام الأمني في معارك دمت واستشهاد 2 من عناصر الحزام. وفي السياق ذاته زار الخطوط الأمامية من الجبهة محافظا الضالع وإب وقيادات الألوية العسكرية المقاتلة في هذه الجبهة في مهمة مؤازرة وحشد تهدف إلى التسريع بالحسم العسكري في هذه الجبهة. إلى روح الشهيد نصر ربية والشهيد نايف الجماعي والشهيد باسل القاضي والشهيد صالح ريشان والشهيد معين الشمسي، نهدي هذا الانتصار العظيم الذي تحقق اليوم بدخول أشبالهم الذين ربوهم إلى مديرية دمت بعد أن نجست الميليشيات لثلاث سنوات متتالية. قبل نحو عامين كانت المقاومة قد استطاعت استعادة مدينة دمت، لكن هجوما منسقا من قبل ما كان يعرف بوحدات الحرس الجمهوري أعاد فرض سيطرة الإنقلابيين على المدينة وسط انسحاب كامل وغير مفهوم للتغطية الأرضية والجوية عن مقاتلي المقاومة الذين استهدفوا آنذاك من جميع الأطراف.